خارجيا، بمعنى أنه تغذيتنا تكون سليمة، شربنا للماء يكون بشكل مواظب، وأيضا أشياء أخرى اللي شرحتيها لنا مثل هذا الموضوع ديال الجذور الحرة وديال مضادات الأكسدة. نستكمل دائما هذا الموضوع معك، تفضلي. على مضادات الأكسدة والجذور الحرة، نعم، كانوا عبارة على توضيح، كانوا عبارة على تمهيد للحلقة اللي هي اليوم، نعم، هي صلب وأساس الموضوع اللي هي الشيخوخة الخلايا الجلدية والتجاعيد. نعم. دونك الجلد الا شفنا له بالعين المجردة كيبان لينا مسطح، كيبان لينا مستوي. بالحق الا خدينا الجلد وحطيناه تحت المجهر تحت الميكروسكوب، كيبان لنا انه عبارة على ديستري، على خطوط. هاد الخطوط هادو هي النقطة اللي كتنطلق منها ما نسميه بالتجاعيد. نعم. دونك التجاعيد تتوقع لينا بحال شي بحال وقع لينا شي تكسر في الجلد، نتيجه ديال عامة نتيجه ديال التقدم في السن. دونك الا شفنا البنيه ديال الجلد كنلقاو مكون ثلاثه ديال الطبقات: ليبيديرم اللي هو الطبقه السطحيه كنلقاو فيها الكيراتين والسيد، لو ديرم اللي هو الطبقه الوسطانيه اللي كنعتبروه بحال واحد النسيج هو اللي كيحمي لينا الجلد، هو اللي كنلقاو فيه الكولاجين والالاستين، وليبوديرم اللي هو الطبقه السفلانيه اللي كتكون غنية بالخلايا الدهنية. نعم. التجاعيد كتكون مرتبطة مباشرة بالهدم ديال البروتينات الكولاجين والإيلاستين. الأول اللي هو الكولاجين كيعطي للجلد المتانة ديالو والقدرة على المقاومة، والثاني هو اللي كيعطي الخاصية ديال المرونة للجلد. إذا هادشي كيعني أن شيخوخة الخلايا كتبدا من الطبقة الداخلية اللي في الجلد. جوستومون ليبوديرم. من ليبوديرم. غير هو باش نتكلم على واحد القضية بالنسبة للتجاعيد، نشير لها بين قوسين، لأنه التجاعيد كاينين نوعين. كاين تجاعيد اللي كنسميهم حركية، ولا تجاعيد ديكسبرسيون. هادو كيكونوا عند الناس اللي كيتكلموا بالحركات ديالهم، كيتكلموا بالغريمات. هادو تيكون عندهم تجاعيد سطحية، يعني تتكون غير الفوق، ويفاق كل ما تقلصات العضله مثلا ديال الجبهه مثلا كيبانوا دوك التجاعيد. هنا كتكلمي على الناس اللي ملي كيكون كيهضر اولا كيتكلم كيبدا كيحرك الحجبان ديالو، كيحرك الفم ديالو بشكل كبير. كتكون عاده، كتكون يعني ما يمكنش تخلص منها، كتكون عاده صعيب جدا التخلص منها. هنا هادو كيبانوا دوك التجاعيد بيغيدول، ماشي داخيد، مي بيغيدول رقيقين، كيبانوا على المدى البعيد. طبعا هما كيبانوا اون فوا كتعمل ديك ليكسبرسيون، ملي ما كتعملهاش ما كيبانوش، ولكن مع الوقت مع المدى البعيد كيبداو دوك التجاعيد ديكسبرسيون وخا في سن مبكره كيبداو يطبعوا. نعم. يبداو يطبعوا، وهنا كيبداو يوليو اكثر. هادو هما التجاعيد اللي كنسميهم تجاعيد حركيه. نعم. ولا شي ورقه الا طويتيها اليوم وطويتيها غدا على نفس المكان كتبقى هذيك. نعم. ديك الطيه. اما التجاعيد اللي تيكونوا ساكنه فهادوك هما التجاعيد اللي تيكونوا سواء نتيجه السن سواء نتيجة مؤثرات اللي من بينهم الإجهاد التأكسدي ولا الستريس أوكسيدون اللي تكلمنا عليه في الحلقات. نعم. الحلقتين السابقتين. دونك محسين الزمن تيوضع البصمة ديالو على الجلد، كل ما كبرنا الخلايا ديال الجلد كتجدد بسرعة أقل، الميلانوسيت اللي هما مسؤولين على إنتاج ديال مادة الميلانين كتقل، فكينتج أن التصبغ ديال الجلد كيقل، كيولينا الجلد مع السن كيبان لينا أكثر شحوب، وكذلك حتى الشعر كيبان لينا بدا كيشيب. دونك الغدة الدهنية كذلك حتى هي كيقل النشاط ديالها، فكيصير الجلد ناشف مع السن، كيبقاش الجلد إلا كان ما يكفيه من الدهون فكيبدا قل هاد الدهون وتيبدا تينشفوا. اكثر من هذا انه كل 10 سنوات تقريبا السمك ديال الجلد كيقل بالنسبه ديال 6% تقريبا، يعني كيفقد النص ديال المرونه ديالو بعد السن ديال ال 40. هذا كله هاد العوامل كل هاد المسببات كل بتاثير ديال السن. نعم، ولكن ذكرتي بعد سن ال 40، يعني هناك معلومه بانه التجاعيد كتكون داخليه كتبدا في سن ال 20، ما كنشوفوهاش. 25 لان تما كتبدا كتكون كاينين المحظوظين او المحظوظات اللي عندهم البشره دهنيه، هذوك كيبانوا عندهم تجاعيد معطلين. نعم. غير المحظوظين ولكن كيعاني ولما كيكونوا في المراهقه، لان كتعاني من حب الشباب. حب الشباب بطبيعه الحال، ولكن المشكل غير المحظوظين هما اللي عندهم البشره الجافه، هذوك تيظهر فيهم
التجاعيد في السن مبكرة. يعني مبكرة جدا. وما نقوله إذا كانوا صاحبات أو أصحاب البشرة الدنيا عندهم حب شباب، فأصحاب البشرة الجافة عندهم مشكل ديال البقع. عندهم مشكل ديال البقع، عندهم مشكل ديال الكلف بنسبة أكبر من أصحاب البشرة الدهنية. يعني إذن كل بشرة عندها إيجابياتها وسلبياتها، عندها إيجابياتها وعندها سلبياتها، ولكن من كنتكلموا على التجاعيد فتنتكلموا على جفاف البشرة، كيكون واحد العامل مؤثر بشكل كبير. يعني كيف قلنا دابا كاين العوامل كاين المسببات كتسرع لنا عملية ديال الشيخوخة. وهاد العوامل اللي قلنا هي نفس العوامل اللي كتسبب لنا الإجهاد التأكسدي وتسبب لنا تراكم الجذور الحرة، بحال التعرض للشمس بكثرة، الستريس، الكحول. يعني هاد الجذور الحرة هذه كتمشي وكتخرب لنا الخلايا ديال الجلد، وكيظهروا أعراض الشيخوخة قبل الأوان ديالها. إذا نسبيا فهمنا منين كتجي الشيخوخة وكيفاش كتتم هاد العملية ديال التجاعيد. دائما طبعا كنتسألوا على الحل، هي باش نكون أو الوقاية طبيعة الحال. هي باش نكون واضحين، إلا بغينا نقولوا الشيخوخة راه شر لا بد منه، يعني ما يمكنش لينا نوقفوها. على الشر هو سن غادي نعيشوه بحال اللي عشنا المراهقة، نعيشو الشباب، نعيشو الشيخوخة حتى هي. ما غاديش نكذبوا على نفسنا. الطفولة كلشي كيبغيها، الشباب كلشي كيطلع عليه، الشيخوخة حتى ما تيبغيهاش هي. لا كنشوفوا نصف الكأس مملوء، ما كيكون الإنسان وصل له ترقولوا سي سين دو ساجيس، علامات الحكمة، سن الحكمة وسن النضج. نشوفوا هاد الجانب هذا. أوفون سيدات، خاصة النساء ما أمكن كيبغيو يبقاو، ما أمكن شباب ما كيبغاوش يبان علامات السن عليهم، كيبغيو ما أمكن أي وسيلة اللي دوك العلامات ما يطبعوش على الوجه ديالهم. نعم، على الوجه ديالهم. إذا شنو يعملوا؟ كيف قلت هنا، هي استحالة نوقفوا هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى أعطاه لنا كل شيء، هذه سلسلة غادي في حكمة ضروري نعيشوا منها، ويمكن لنا احنا نسرعوها. يعني الشيخوخة احنا نسرعوها ويمكن لنا نأخرها. السريع كيكون يعني بالوقوع ضحية عوامل الإجهاد التأكسدي، والتأخير كيكون بالابتعاد عن كل هذه العوامل. نعم، دونك حديثنا في الحلقات السابقة كيف قلت تكلمنا على البشرة الجافة، قلنا أن مباشرة كتشيخ بسرعة، وبالتالي خصنا ضروري الترطيب الدائم. يعني ضروري البشرة، خاصة البشرة الجافة، يكون ترطيب ديالها. كيكون هذا الترطيب أولا بشرب الماء، يعني داخليا خصنا نشرب الماء والسوائل، وهذا الشيء اللي مركزين عليه احنا هذا الأسبوع، الجمال الداخلي. يعني طبيعة الحال الجمال الداخلي شنو نعمله باش أنه يظهر على خارجيا؟ هنا كيف قلنا ضروري من ترطيب، يعني يكون بالماء، لان حيت ملي كنشوفوا البشره الجافه، هي البشره الجافه نوعين. البشره كنقدروا نقولوا اون بو سيش، وكنقدروا نقولوا اون بو ديزيدغاتي. لا بو ديزيدغاتي هي البشره اللي كيكون خاصها الماء، لا بو سيش هي البشره خاصه اللي تيكونوا خاصينها الدهون. اذا احنا باش نتفاداو المشاكل خصنا ضروري نشربوا يعني دائما الماء. الماء ماشي غير انعكاس على الجلد، هو انعكاس على الجسم ككل. ودايوغ الجلد راه هو اللي تيحمي لينا الجسم، وهو المرآة اللي كتعكس لينا الحالة الداخلية ديال الجسم. فإذا كان الجسم بصحة جيدة فأوتوماتيكمون كيتنعكس هذاك الشيء على الجلد، وتيبان لنا الجلد في حالة جيدة. أما إذا كان الجسم في أسوأ حالاته، فهو ضروري تيبان لنا الجلد، تيبان لنا أنه أنورمال. نعم، إذا أول حاجة هو شرب الماء، سواء من أصحاب البشرة الجافة أو أصحاب البشرة الدهنية. أكيد مازال نصائح أخرى غناخدوها بعد الفاصل إن شاء الله. عرفتي مع مئات الالاف ديال المغاربه ما سخاوش منه، باين جي اس ام كيزيد يتفوبر عليهم بالعرض ديال وليدها الحاله. سي نورمال، العرض الوحيد في السوق اللي كيعطيكم على كل رشارج 10 دراهم نص ساعه، كل هاد الهضره 24 ساعه على 24 لمده 7 ايام مع كاع النماري. وهذا العرض راه شاد حتى راس العام. ايوا اللي عنده لا كارت سيم باين جي اس ام بصحته وراحته، واللي مازال ما عندوش خاصها تكون عنده. والتيتسويت باين جي اس ام ليك مش بعيد. إذا إيمان تزي حوالي دقيقتين اللي بقات لنا معك ناخذ فيها النصائح الأخرى اللي بديناها بشرب الماء.
فوالا قلنا شرب الماء، قلنا كذلك الترطيب يكون ترطيب موضعي يعني يكون بكريم ايدغاتونت. الاختيار ديال الكريم ايدغاتونت كيكون ديال الكريم المرطبه كتكون حسب النوع ديال البشره، فكل ما كانت البشره جافه ناخذ كريم اللي كتكون لهذا النوع من البشرات، واذا كانت دهنيه ناخذ اقل دهون، وكذلك نستعملوا الزيوت فهي كذلك كتلعب دور كبير في الترطيب. لابد يكون نوم كافي، لانه خلال فتره ديال النوم كينتج هرمون الميلاتونين، هذا عنده دور مضاد اكسده كبير، والوقت ديال الانتاج ديالو كيكون ما بين 2 و 4 ديال الصباح. دونك بروفيتيو في هذا الوقت هذا من النوم باش نساعدوا جسم ديالنا ينتج هذا الهرمون هذا اللي كيلعب دور مضاد اكسده. كنقول مضاد اكسده كيقضي على الجذور الحره، كذلك الناس اللي كيدخنوا يحاولوا ما امكن يبتعدوا على التجاره، وحتى الناس اللي محيطين بهم فإذا كان التدخين سلبي ما نجلسوش حدا ورا، لانه التجاره كتضيق العروق وبالتالي كتكون واحد الصعوبه في التغذيه ديال الخلايا ديال الجسم، ومن بينها خلايا الجلد، الشيء اللي كيعطي واحد الجلد اللون ديالو رمادي والخلايا ديالو ضعيفة. نحفز الدورة الدموية كذلك على مستوى الجلد، مرة نعملوا الاسماء اللي كنا تكلمنا عليه الكريوثيرابي، ندوز واحد ليجا واحد شي حاجه بارده على البشره ديالنا. نعملوا كذلك مساج للوجه، لانه المساج كيطرد لينا السموم وكيأخر لينا ظهور ديال التجاعيد وظهور ديال علامات السن. كاين مساج دابا اللي المساج ديال الوجه اللي خاص بالمحاربه التجاعيد ولا خدمه محاربه التجاعيد. نبعدوا على الشمس لانها عمليه مفيده، ولكن قد تكون مسببه لمشاكل كثيره للجلد اللي تقدر الله يحفظها توصل حتى للسرطانات. يمكن يبان هذا الشيء كثير ايمان تازي، ولكن راهي خطوات بسيطه ماشي بالضروره نتبعوها كامله، ناخذ اهمها بالنسبه لنا واللي كيوالمنا. نعم وقتنا انتهى للاسف ايمان تازي، مازال غنكونوا معك يوم غد باذن الله، نكملوا في نفس الموضوع. شكرا جزيلا لك، وذكر بانك خبيره في التجميل، والى اللقاء.